الاخوان حي الحبس حي الحبس حي الاحباس اللي كيعرف واحد العشوائيه رغم انه تمت اعاده الهيكله ديالو. السلام عليكم ورحمة الله يا إخوان الأخوات والساد والسيدات أصحاب المعالي والسعادة. جولة استكشافية ديالنا استطلاعية نبداو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه النقطة هذه ديال يعقوب منصور المفترق ما بين يعقوب منصور وحي العكاري. الاتجاه ديالنا حنا دابا في شارع محمد بن عبد الله من هذا المنطلق ديال شارع محمد بن عبد الله ينتاجه ان شاء الله الحي العكاري. نشوفوا الحالات ديالو وشنو الجديد. كما كتعرفوا الاخوان الحي العكاري حي شعبي وكيعرف واحد العشوائيات فيه، فيه واحد السوق النموذجي، كاين واحد السوق النموذجي ما عرفتش واش حلوه ولا مازال. لهذا ندير واحد الاطلاله هنايا ونشوفو بسم الله. Thank you.
هنا الاخوان صافي راه شطبوا الجوطيه كانت هنا. صافي الجوطيه شطبوها، وهذيك الخداره هنا اللي كانوا هنا راه دخلوهم السوق النموذجي الحمد لله. هنا في كانت الجوطيه صافي غادي تعاود الهيكله ديال هادشي الطريطوار، جابوا السلعه والخداره هما هنايا. خدارة فين كاين في السوق؟ دابا مزيان النظام، كلشي على النظام. كلشي على النظام يا اخوان. اللهم هكا ولا بلاش هذاك العشوائي والفوضى. إذن صافي الأمور قادو لهم هادشي. جميل. صافي هنا كلها شطبوها صافي، شطبات الجوطية اللي كانت هنا، طريطوارات هما جابوهم. غادي يتم الإعادة ديال الهيكل، النظام كلشي على النظام. جمعوا لهم داك السبل كامل، داك السبل كامل اللي كان مخرجينو راه جمعوه اليوم بهذا الكاميو هذا. ومازال غادي نجيو غادي نقايو لهم هادشي كامل.
اذا يا اخوان كما شفتوا الكاميو ديال الجماعه الكاميو ديال الشركه بالمتابعه ديال الناس ديال المسؤولين ديال الجماعه راه تم الاخلاء ديك الجوطيه الجوطيه ديال العكاري وهذوك الناس اللي مخرجين في الجناب ديال الحانوت ديالهم تا هما كلهم غيدوروا عليهم ان شاء الله. صافي دابا لا مكان العشوائيات هنا في الرباط. كانت هذه اطلاله يا اخوان هنا في حي العكاري الى هنا. اترككم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم.